وده اللي حصل فعلا. يعني يمكن بأيادي مصرية هذا الحدث العبقري العالمي ظهر للدنيا كلها مش بس لمصر، بطولة كأس العالم. المشهد امبارح فعلا على مستوى التنظيم رائع، تحت سفح الأهرامات اختيار أكتر من رائع. بالتأكيد ده شرف كبير لكل مصري ولكل عربي كمان على فكرة. يعني احنا النهاردة مش بنتكلم عن بطولة عالمية بتستضيفها مصر، لا، احنا كل العالم بيتفرج علينا. ده تحدي بالنسبة لنا، تحدي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. ان شاء الله البطولة كمان تكمل على خير وتظهر بالشكل اللي يليق بينا ونحقق مركز متقدم في هذه البطولة. امبارح كانت القرعة زي ما احنا قلنا حضور شهد عدد كبير جدا من المسؤولين، كان في مقدمتهم طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمونديال. الحضور لحفل القرعة كان على مستوى عالي جدا، من أول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نتكلم عن 17 وزير يعني هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة طبعا لدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأيضا هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لهذا الحدث الرائع، وأيضا أعضاء مجلس الإدارة بالكامل.